مساء الخير على كل مشاهدينا على قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رؤية. النهاردة عندنا حلقة مختلفة تماما، معانا حروف من ذهب تلقيها طفلة عمرها 5 سنوات. طبعا ناس كتير هتستغرب جدا من السن اللي معانا، يا ترى الطفلة دي هتقول ايه؟ كمان مش بس ان هي بتلقي شعر، لا كمان هي بطلة استعراض في مصر كذا مسرحية. هنسمع منهم بقى حاجات كتير جدا، بس خلوني الأول أرحب ببنوتي الصغيرة الضيفة اللي معايا. ازيكي حلا؟ الحمد لله. معايا حلا رجب النهاردة، هتسمعنا حاجات كتير جدا جميلة على سنها الصغير قوي ده. بس خليني كمان أرحب بضيفي اللي منورني النهاردة في الاستوديو، المخرج المسرحي محمود المصري، صاحب فرقة المصري للفنون المسرحية، وهو كمان أيضا شاعر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نورتوني. أنا مش عارفة أكلم مع حلا، هبدأ بحضرتك الأول. أنا حابة بس الأول أعرف المشاهد بعض الأعمال لحضرتك. هو إحنا عندنا كذا عمل، منها مسرحية وزة شيطان. هي عامة أعمالنا كلها بتعالج مشاكل المجتمعية. فوزة شيطان بتتكلم على الفترة اللي هي ما بين المسلم والمسيحي، لأن رمز مصر بالنسبة لنا اللي هو إيه؟ فكرة أم فاطمة وأم مريم. دول أساس الحياة المصرية. لو الاتنين دول اتفرقوا عن بعض يبقى إحنا كده مفيش مصر. فإحنا دايماً بنحافظ يعني في الرسالة بتاعتنا إن لازم يكون في تماسك ما بين الاتنين، ما بين أم فاطمة وما بين أم مريم. فبعد كده انتقلنا بالموضوع لفترة الثورة 2011 وما خلفته الثورة، طبعا من سلبيات كتير جدا طبعا حصل في 2011. بدأ الناس يحيروا العالم كله في إن إحنا اللي بنعمل بنكسر البلاط والطوب، بعد كده إحنا اللي بنبيض الشارع. فده حير العالم كله، والمخطط اللي كان معمول لقلب المنطقه العربيه كلها مصر اصلا قضت عليه. بعد كده حضرتك تناولت كل ده في الاعمال بتاعت حضرتك. في الاعمال معظم الاعمال طبعا هي بتتكلم على كده، واحنا بنتكلم في النهايه ان ايه، جت فتره اللي هي فتره الاخوان، كان بدات العمليه في حته ايه، ان احنا عايزين بدات ناس ياما عايزه تقسم مصر. طيب انا عايزه اعرف من حضرتك، الطفل حالة حضرتك مكتشف الموهبه صحيح؟ السن بتاعها صغير جدا، ازاي حضرتك عرفت توظفها؟ لا هي حالة وعندها ذكاء ما شاء الله عليه. بس بياخد مجهود، يعني 5 سنين ده عمر صغير جدا، ما يلحقش يستوعب يفهم بعض الكلمات، انه يحفظ حتى قصيده كبيره. انا سمعتها قبل الهواء بصراحه ما شاء الله عليها، فعلا يعني سنها صغير على القصيده ومعنى الكلام بتاع القصيده. هي الاول كنا بناخدها حاله معانا على اساس ان هي تتفرج على الاعمال، فكانت بتروح البيت بتعمل اللي بيعملوه الكبار. فطبعا ايه، ده شيء كويس ان هي حابه ان هي تعمل الشيء، ما قلنا لهاش تعالي اشتغلي مثلا كذا او هنعلمك كذا، لا هي حبت ان هي تتعلم من خلال اللي هو ايه، الرؤيه بتاعت الموضوع نفسه. طب انا بقى هسمع من حالة حاجه صغيره كده، عايزين لا هتبقى حاجه كبيره عشان احنا نتكلم عن القصيده صحيح. طيب حالة عامله ايه؟ الحمد لله. شاوري للناس اللي بيحبوكي كده، لهم باي كده وخالتكم باي. ايه رايك تسمعينا حاجه حلوه كده وتبص لهم في الشاشه الجميله دي؟ يلا. رساله الى كل اب، ورساله الى كل ام، ورسالة إلى كل بيت، اسمعونا اسمعونا وافهمونا، ده احنا أيامكم اللي جاية، الزمن عمال بيجري وانطباعكم هي هي، وتقولولنا لسه بدري بدري ايه في الدنيا ديت، الدنيا بتتقدم واحنا من زمان واقفين مكاننا، والعناد حطم طموحنا وهدنا وشقلب كياننا، افتحوا الشبابيك علينا احنا بنخاف من الظلام، خلونا نفتح عينينا واسمعونا يا ناس حرام، مش كفاية ما بينكم تهنا واتمنعنا من الكلام، مش هنسكت على الأسية نرجوكم نطة نظام، ايوة احنا عيال صغار لكن مولى مراعينا، كنا اسباب الانتصار وجعلنا آية ومش نسينا، واللي نام مكان نبينا بأمر يفتديه، واللي طاطا مطيع لابوه ينذبح علشان يرضيه، واللي جوه البير بيبكي علشان اخواته غدروا بيه، وانت يابا وانت ياما
لو ناداني حد فيكو هبيع حياتي واشتريكو، لكن جيلنا جيل جديد مش زي جيلكو، قربوا منا تعالوا اسمعونا وافهمونا، لينا رب اسمه الكريم هيحاسبكو، يلي من أبسط حقوقنا بتحمونا، لما انتم مش قادرين تحافظوا على الأمانة اللي فاتكو كنتوا ليه بتخلفونا. جميلة يا حلا، جميلة. بتعرفي تحفظي الكلام ده كده بسرعة؟ تقريبا تاخدي وقت قد ايه عشان تعرفي تحفظي؟ يعني وقت طويل ولا حبة صغيرة قوي؟ حبة صغيرة. صغيرة قوي؟ طيب مخرجنا الجميل، انا عايز اعرف من حضرتك، هي بتلقي القصيدة ولكن طبعا حد كاتب الكلمات بتاعتها، مين اللي كتب كلمات القصيدة؟ هو اللي كتب الكلمات شاعر سكندري. طبعا هو كان كاتبها للمخرج، لابن المخرج عصام بدوي. واحنا خدنا الكلمات، طبعا هي بتمشي مع كل الاطفال. تمام. فبدانا نحفظه حالا. لا حضرتك تحفظ ايه؟ حضرتك بتتكلم في القصيده مش سطر ومش اتنين يعني. لا ده هي كانت عامله لك مفاجاه بس ما لحقتش تحفظها، ان هي كانت عايزه لما جيت اكتب عن امي. حفظت منها شويه حلوين بس ما لحقتش تحفظ الباقي. بس اكيد هتكون معانا تاني هنحفظ ان شاء الله. لا لا لا، هتقول لنا الكلام هي الجميل. حالة حد جميل وموهبه جميله. في حد غير حلا موجود بنفس الموهبه؟ عندنا والكترة. عندنا كذا من اطفال كتير، انا معايا 30 طفل وطفله عمرهم 5 سنين، الاعمار من يعني 5 لحد 25. بس السن صغير. لا كان معانا مجموعه، كان معايا الكابتن جان فاروق، طبعا بتوجه لها بالشكر لانها لها كانت فضل في حكايه موضوع المكفوفين. وحضرتك هتكلمنا كمان عن ذوي الهمم، لان انا عارفه ان حضرتك برضو متبني يعني مجموعه كبيره. اسمع من حضرتك. هو احنا بدانا مع ذوي الهمم انا والكابتن جهان فاروق. الكابتن جهان بطله من ابطال الكاراتيه على مستوى الجمهوريه. فبدات ان هي كان قلنا نجمع الولاد اللي هم المكفوفين وذوي الهمم. تمام. ونبدا نعمل بيهم ايه يعني، ما نخليهمش ان هم مجرد حاجه موجوده في المجتمع، لا هو فرد زيه زي اي حد. فبدات اعرض على وزير الثقافه ان احنا نعمل نظريه الدمج ما بين الاسوياء وما بين ذوي الهمم. اخترنا احنا فئه اللي هي بالنسبه لنا السهل الممتنع اللي هو الكفيف. الكفيف احساس عالي جدا، يقدر يطلع فنون جميله جدا. وبدانا نشتغل معاهم، اخذناهم ابتدائي، النهارده هم في الجامعه. يعني الفئه المجموعه اللي كانت معانا كلها وصلت الجامعه. الحمد لله، وكلهم دخلوا اعلام لانهم حبهم للاعلام او حبهم للتواجد معانا والظهور في المجتمع. فاختاروا الاعلام، دخلوا فيه. اللي كانت بتتعب اكتر مني طبعا الكابتن جان فاروق، لان طبعا ايه هم بنات اللي كانوا معانا، وكان التعامل معاهم لازم الاول واحده تتعامل يعني بنت تتعامل معاهم. فبدات تتعامل معاهم، الحمد لله طلعنا بيهم مراحل تعليميه، كنا برضو بنجيب لهم مدرسين يدولهم دروس. طب ليه يا فندم مفيش حد بيتناول الموضوعات دي على الشاشه؟ والله هقول لحضرتك حاجه، محتاجين يعني نحط سبوت مهم جدا على الموضوعات دي، لانه احنا كان عندنا حلقه في يمكن في الموسم الثاني احنا تناولنا بعض موضوعات، بس طبعا مجموعه برامج صغيره ما تكفيش للسبوت اللي احنا محتاجين نسلطه او الاضواء اللي محتاجين نسلطها. عندنا مواهب غنائيه ومواهب في القاء الشعر ومواهب يعني ذوي الهمم هو قدرته زيه زي اي شخص، بل في منهم كمان متفوق شويه كمان عن الانسان جداً الطبيعي. جدا صحيح. واحنا كنا عاملين لهم خط يمشوا عليه، اللي هو فكره ايه الكفيف مبصر بالاراده في زمن عمته الظلمات. فاحنا كنا نتمنى ايامها ان وزاره الثقافه طبعا تتبنى الموضوع ده، وخصوصا ان هم ليهم يعني جزء في الوزاره لذوي الهمم. بس للاسف ان احنا لما جينا عملنا عرض مسرحي بيهم، فكان حصل حاجه كده بينه وبين مستشار الوزير لما جه يحضر معانا، بان دولت مكفوفين. طبعا احنا بالنسبه لنا لا، هم مش مكفوفين، لان بالنسبه للاعاقه عامه كل انسان يعيق. هو كمان ذوي الهمم حاليا هم موجودين على الساحه، وادوارهم مهمه جدا وقويه جدا على الساحه. أكيد. احنا لمسنا الفتره اللي فاتت منهم مطربين، منهم بيعملوا بحرف معينه. لا ليهم ساحه حلوه كبيره. يعني احنا بس محتاجين نوري الناس الكلام ده، لانه في ناس ما تعرفش.
ما شافتش الكلام ده على الشاشة. ما هم محتاجين بقى الرعاية، يعني الرعاية ديت إذا كانت في منهم أبطال كمان يعني. لا، في عندنا يعتبر في واحدة من ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم من اسكندرية، عاملة مصنع تصنيع الكترونيات، الكارتات هي بتصنعها، وعاملة دلوقتي مصنع. في مساعد ليها ولا أو يعني حد بعيد عن ذوي الهمم ولا ما فيش؟ لا لا لا، هي بنت مع نفسها الموضوع، وعملت مصنع في 6 اكتوبر وعملت مصنع في اسكندريه. يعني النهارده هي ما شاء الله، وكانت قدمت ده متحدي اعاقه. صحيح. هم بالنسبه ما احنا بنقولوا الاعاقه هي عامه ايه، منظور الناس بتبص للاعاقه من منظور خطا، اللي هو فكره ايه، ان المعاق كل من يعيق شيء فهو معاق. صحيح. حتى في المصالح الحكوميه. صحيح. في اي حته، في اي مكان. صحيح. كل اللي بيعيق شيء هو هاخد حضرتك لمسرحيه حضرتك عملتها للكورونا. عايزه حضرتك تكلمنا عنها، ومنين جات لك الفكره؟ هل من الكورونا ولا كان قبل كده كنت متنبئ، ولا هي جديده لسه بتتعمل؟ لا، هي ان شاء الله العرض بتاعها هيبقى اخر شهر 9. ديت بالنسبه للشباب، احنا طبعا ايه، بالنسبه لي ليها شغل مع شباب الرياضه، فدور الشباب في المرحله بتاعت كورونا كان دور مهم جدا، لانه هو دور توعوي، وبداوا يوعوا الناس، وبدانا ان احنا نتحرك على الاساس ده. فبدات، طب ليه احنا ما نعملهوش على هيئه مسرحيه ونبدا هي الفكره انه حضرتك اكيد تناولتها في وقت طالما الكورونا، ان في وقت صعب يعني التجمعات فيه، حتى العرض المسرحي مش كتير من الناس هتشوفه. ما احنا الفتره اللي فاتت احنا طبعا ايه بنحافظ على، عشان احنا بنوصل رساله، فاحنا يعني كنا اشتغلنا شويه اونلاين، ان احنا بندرب على اونلاين. تمام. بداوا الاولاد ياخدوا ادوارهم، بداوا يحفظوها. بدانا حاليا بنجهز ان ايه، يعني دي مبادره مننا، من الفريق بتاع فرقه المصري، مبادره منهم ان المرحله اللي جايه، ان احنا طبعا ايه لازم نبين للناس كان دور الشباب ايه، يعني الشباب ما كانش بيوقف يتفرج. في شباب كتير جدا اشتغلوا وكانوا معانا، وكنا بننزل التطهير، كنا بنطهر الشوارع، كنا بنطهر المساكن، العمارات، الكلام ده كله، ده كان دور الشباب، يعني كل اللي موجود معانا شباب. اهم عمل حضرتك عملته؟ هم عملين بالنسبه لي، اللي هو كفر المصري، وزة الشيطان. لان وزة الشيطان بتتكلم عن حاجات كتيره جدا كويسه، وكانت بترجع بعد احداث كنيسه القديسين، بترجع المسلم والمسيحي لبعض، لان بعض كان حصل بلبله كده. فاحنا بنقوله لا يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي. طيب، انا عايزه اخد حضرتك لنقطه مهمه جدا، بس انا عايزه اسمع حاجه تاني من حلا، ايه رايك؟ حافظه حاجه؟ قولي اللي انت حافظه شويه منها. لما نقول حاجه صغيره كده. لما جيت اكتب عنه هيغششك على اللي فكره. انت حافظه اللي انت حافظه. يلا يلا نبص. بص يلا. مامي، لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايله همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت ياما حاجات كتير مش جديده. لما جيت اكتب عن امي عاجزه قدام القصيده، شايله سري كان زمان بيني وبينها حبل سوري، اتقطع يوم الولادة واتوصل حبل الوداد. حب ما تحولش عادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عبادة. كويس، يعني حافظة حتة كبيرة اهو، مش حتة صغيرة. بس انت شطورة، انت شطورة بجد. يعني دي اهداء لرؤية. تمام، حصري خلاص. جميلة حلا، ما شاء الله عليها. عايزه بقى اعرف من حضرتك، في موضوع سمعته من حضرتك يمكن سابق عن اغنيه كمانانا، فانا حابه حضرتك تحكي. هو كمانانا طبعا انتاج يعني جوز اخت انا، كان شركه الانتاج، فيلم اسماعيليه رايح جاي، كان في حاجات طبعا ايه كتير جدا اتعدلت داخل التصوير. الموضوع كان كله طبعا لسه مبتدئ بالنسبه للفنان محمد هنيدي، بالنسبه لخالد النبوي، بالنسبه لحنان ترك، بالنسبه لمحمد فؤاد كمطرب، هو مطرب ممتاز طبعا، بس ايه كان بالنسبه للتجربه نفسها كانت تجربه. احنا لما جينا نسوق حتى ايام الفيلم، ف
فكان الناس بتبص لها من منظور ان يعني مش الستار قوي اللي هو يقوم الفيلم كمطرب يعني. هو كان كمطرب لا انا بتكلم عن الفريق كله، الفريق كله كفيلم. هي كانت مجازفه من المنتج حسن ابراهيم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل ان الفيلم ده يرفع السينما المصريه كلها ويخليها طبعا اول فيلم طبعا يحقق ايرادات بالشكل ده، اول فيلم ينجح النجاح الباهر ده بالفنانين اللي فيه. يعني فنانين هم حاجه جميله بالنسبه لهنيدي او بالنسبه لمحمد فؤاد. هرجع لحضرتك تاني للفيلم، الموضوع مهم جدا بالنسبه لي، بس هاخد مكالمه تليفون معايا. مريم من البحيره. الو. اهلا بحضرتك. سما على حضرتك ميرسي لحضرتك، بشكرك. نرجع تاني لاسماعيليه رايح جاي. فكان حصل معانا دروب طبعا في التصوير، وبعد كده كمل التصوير معانا المنتج الكبير طبعا محمد حسن رمزي، وطلع الفيلم للنور. وطبعا كان الفيلم نجاحه كان للشاعر عنتر هلال في اختيار كلمة بتاع الاغنيه بتاعت كمال نانا طبعا، وظهور طبعا هو كان له ترتيبات معينه هي اللي خلت الفيلم فعلا نجاح باهر. كان له فضل عن السينما المصريه، لان الملايين اللي هو حققها الفيلم متهيألي ان قبليها ما كانش فيه ربع الايرادات دي بتدخل السينما. محتاجه اسال شويه في السينما، ولكن احنا وقت الحلقه عندنا صغير. هقول محتاجه اعرف من حضرتك السينما المصريه وصلت لفين؟ والله السينما المصريه زي حاجات كتير جدا وصلت يعني زي حاجات كتير جدا لمستوى للاسف يعني هابط، بنتدنب يعني كل شويه بننزل اكتر من الاول. ما بقاش فيه الفن الجميل اللي احنا بندور عليه. ما بقاش فيه حته ان انا أأمن على اولادي او بيتي يقعد يتفرج على البعض، ولكن مش كل طبعا، مش كله، لا لا لا، في بعض الافلام طبعا كل قاعده شواذ يعني. من الحاجات اللي هزت السينما والتلفزيون من اول وجديد، لانه فعلا تناول موضوعات مهمه جدا مست كل القلوب اللي في مصر. لا بصي، هو طالما الموضوع يخص المجتمع، مش المجتمع بمعنى، لا يخص الجيش والتاريخ وبعض الابطال اللي احنا طبعا ما كناش نعرف عنهم حاجه، بدانا نتناولهم دلوقتي في السينما. فده شيء جميل جدا طبعا. ده لازم، لا ده ملوش دعوه بالسينما. صحيح. يعني ده موضوع ملوش اساسا دعوه بالسينما. مخرج محمود المصري، انا الحقيقه يعني طبعا الحديث عن الحاجات المهمه داخل او اللي بنتناولها على الشاشه دايما ما بيبقاش او مش بتكفي الوقت. الوقت معانا ما بيكفيش أكيد. تماما. حلقه هتجيلي تاني، هتكوني حافظه بقى حاجات في المسرحيات، تمام، وهتأدي قدام الكاميرا. اتفقنا؟ اتفقنا. وعايزاكي تكملي عشان انت شاطره جدا. خلاص. قولي للناس باي باي. بشكر حضرتك جدا. يعني ان شاء الله تكون معانا في حلقات تانية باذن الله، وهنتكلم كمان عن ورش العمل اللي حضرتك بتقوم بيها باذن الله ان شاء الله. خلصت فقرتنا طبعا كالعاده، ان احنا ما بنلحقش نكمل موضوعاتنا. ان شاء الله معانا فقره جايه حلوه قوي، وهترجعنا لايام زمان للطرب الاصيل. هنبعد شويه عن الساحه اللي فيها المهرجانات والشعبي شويه. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اتاخرنا عليكم شويه عشان نلحق نحضر المفاجاه بتاعتنا. معايا طبعا قبل ما هقول مين معايا النهارده، في ظل طبعا زمن المهرجانات ضاع الفن الراقي وفقدنا قيمه الاغنيه. فالنهارده بنقول لكل المشاهدين، لا لسه في فن لا يموت، لسه الاغنيه فن الزمن الجميل لسه موجود. معايا صوت جميل جدا
صوت هيرجعك لأيام زمان. كمان دخلت الوسط الفني، أو هناها بدأت بصدفة، صدفة بمكالمة تليفون معايا المطربة الجميلة عبير جلال. اهلا بيكي. ميرسي على الكلام الجميل، منورانا. ده بوجودك والله، انت اللي منوره الدنيا يا قمر. عبير احنا مش هنتكلم الاول، انت مش انت قلتي للناس زي فاني لا عايزين نغني، نغني على طول، هي عايزين اغنيه على طول للناس. طيب انا اول حاجه اقول لهم وحشتوني. وحشتوني بقالكوا زمان، وحشتوني ووحشتوني ولسه هتوحشوني كمان كمان. يا عشرة عمر حبتها، وادوب ادوب 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 أدوب فيها كمان وكمان. ومهما الدنيا تبعدنا حنرجع برضو زي زمان. رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم. وحشتوني 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 وحشتوني. وحشتني ليالي زمان. لا فعلا وحشتينا كتير. انا مش عارفه يعني الغيبه الطويله دي رحتي فين وجيتي ازاي وامتى عايزين نعرف الناس. انا غصب عني طبعا، يعني انا غبت، انقطعت يعني لمده 9 شهور تقريبا، يعني عشان وفاة والدتي طبعا. الله يرحمها. الله يرحمها. كل عارف، الله يرحمها يا رب. فانا ما كنتش عارفه ان انا احس ان انا اشعر باي حاجه، او ان انا اوصل للناس اللي جوايا الاحساس. فما كان ما كانش هينفع، ما كانش هينفع ان انا انزل واغني وان انا اتعامل او ارجع تاني للغاليين حبايبي. فعشان كده قلت لهم وحشتوني. احنا عشان عارفين طبعا، ربنا يرحمها يا رب، والدتك ما بقالهاش كتير، فانا مش هتكلم في الموضوع ده خالص عشان مش عايزين النهارده الناس. لا لا، ومش عايزه اشوف دموعك. لا خالص. احنا على فكره الحمد لله انها جت معانا الحلقه، لان هي بقى لها فعلا فتره غايبه عن الساحه، ومش ما كانتش قادره تطلع تغني، يعني يمكن في حفلات كتير جدا هي لغتها. بس الحمد لله جيت لنا تاني. شفتي بقى. لا هاخدك بقى ونروح على الموسيقار حسن دنيا. حبيبي حبيبي استاذي، بأكلني ليه كل احترام. يعني انا بعرف اغني. يعني ما حدش لسه داخل الوسط جديد يقول له انا بعرف اغني، ينفع ولا لا؟ والله لا. يعني صدفة جميلة. استاذي استاذي حسن دنيا، بصي انا في اساتذتي تمام، ما ينفعش ان انا في كل لقاء او كل مكان انا بقول لهم شابو وميرسي ليكو، دول اللي عملوا اسم عبير جلال. ادى مساحه كويسه. الحمد لله رب العالمين. يعني هو واستاذي حسن فكري برضو، يعني شخصيه عزيزه واعشقها من الناس الجميله، واستاذي حلم بكر طبعا، واستاذه ناديه مصطفى، يعني كلهم حبايبي، يعني بجد كلهم وقفوا جنبي لحد لما خلوا عبير موجوده. واستاذ سيد السمان. ايوه عشان مش عايزين ننسى حد. لا لا كده عشان ما انساش حد فعلا. فكل دول بصراحه ربنا وقفوا جنبي وكانوا في ظهري وساعدوني، وفرحي كانوا معايا وفي حزني كانوا معايا، وبقول لهم من مكاني ده ميرسي ليكوا وبحبكوا قوي بجد. طيب عايزه اسمع منك اول اغنيه غنيتيها وكانت من اختيار الموسيقار حسن دنيا، تفتكريها ولا مش محضره؟ لا لا انا لا مش فاكره، انت فاهمه ازاي؟ بس انا بس يعني كانت جميله. هو كان حاجه الورده. تمام. لان تمام. انا بعشق الله يرحمها طبعا الفنانه ورده. الله يرحمها. كلنا بنعشقها. فكانت اغنيه حنين.
اوكي سمعها مني فقال لي لا تمام يعني. فكانت حنين بس هو كله هيبقى وردة؟ ما تيجي لا يعني احنا مش مرتبين اغاني احنا مش مرتبين انا فعلا. انا جايه يعني حبيبتي. النهارده قلنا الفقره كل اللحظ ايوه بالظبط كده معاكي يلا سهره للصبح يعني قولي اي حاجه انا هسمع منك اي حاجه ربنا يخليكي حنين 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 انا دايبه فيك حنين أنا دايبة فيك حنين والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين شايلك فين النعيم يا عين واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحروم من عيالي وحنين المحروم من أهيانا من الحنين الإحساس اللي بتغني بيه أنا يعني اللي عاجبني في ناس مطربة بتحاول انها تجيب صوت المطرب اللي بتغني له لكن انت مش كده انت بتغني باللون بتاعك باحساسك مش حبيبتي. مش بال بنفس الطبقات ونفس المقامات ولكن باحساسك انت طالع بصوت عبير مش طالع بصوت ورده ولكن طبعا صوتك ما شاء الله جميل جدا يعني تسلمي انا عايزه اقول لك السكريبت انا سيبي طيب قولي لي يعني عايزه ادخل معاكي في المحطه الثانيه اوكي استاذ حلمي بكر انا عارفه ان هو ما بيعجبوش اي حد بسهوله لا فانه يعجبه عبير جلال ده الموضوع كبير جدا لا حبيبي وميرسي لي يعني هو كان في لجنه الاستماع الحمد لله رب العالمين في العدو العامل يعني انا أوكي. كنت منتسب والحمد أوكي. لله اخذت عدو عامل طب ايه رايك قبل ما نكمل ناخد مكالمه تليفون معانا محمد أوكي. من القاهره الو وعليكم السلام ازي حضرتك يا فندم الحمد لله تمام منوره الشاشه ست الناس تسلم ربنا يخليك ممكن اسمع من الاستاذ عبير اغنيه نجاه غيره عيون القلب امرني عينيا شفتي الجماهير بدات تتحرك كده حاضر بشكرك جدا استاذ محمد تابعنا لا على طول على طول مش عايزين اسئله لا 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 عيون القلب سهرانة ما بتنامش وانا صاحية ولا نايمة ما بقدرش يبات يبات سهران وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نومنا انا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم معلش بقى انا من برنامج رؤيا انا عايزه اقول لمامتي انا حاجه انا هرجع اغني تاني انا ماما هي بتتفرج علينا دلوقتي وعايزه اقول لك حربتني جدا ان انا ما اغنيش وارجع تاني للمجال لا لا هرجع والله واعمل دوتو مع عبير عينيا ده انت تنوريني والله احنا شلنا الالات وشلنا الحاجات وقعدنا يلا لا معانا ان شاء الله باذنك يا رب ان شاء الله تنوريني بجد صوتك جميل انا مش عايزه الحلقه تخلص فانا عايزه نلحق نغني كتير كان معانا حد عايز اسمع حاجه رومانسي او حزين
طيب تمام. يلا نكمل بقى ايه حلم بكره الاول. اوكي. وعايزين نعرف الصدفه اللي خلتك تكوني عضو نقابه في المهنه الموسيقيه. عضو نقابه منتسب ولا عضو نقابه؟ والله مش هتفرق، انا عايزه الموقف اللي كان قدام استاذ حلمي بكر ويجيبوكي. والله خالص، والله بجد يعني كانت مرسي. واقفه حلوه قوي من الفنانه او المطربه ناديه مصطفى. جدا بشكرها 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 حبيبتي. وبقول لها ميرسي. الجيل الاصيل والطرب الاصيل ما حدش اختلف عليهم بجد طبعا. والله والله استاذتي ناديه مصطفى الله يبارك لها، انا برضو كنت في موقف برضو من الموقف، وانا كان عليا الدور لان بيبقى بالاسامي بياخدوا بالاسامي بالحروف الابجديه. فانا المفروض حرف العين بعدين يعني في الاخر يعني بالتسلسل. فهم بداوا من الاول، فجي الحرف بتاعي هيبقى متاخر، فماما الله يرحمها ما كانتش بترد عليا وتعبت و مضطرة تروحي ضروري او قلقتي. اسيب الدنيا وسبت فعلا الامتحان الاختبار بتاعي وخدت بعضي ونزلت. استاذتي قالت لي، اتصلت عليا قالت لي ما ينفعش تعالي احنا قدمنا الاسماء. دي صدفه على فكره، يعني صدفه حلوه ليكي وفرصه كويسه قوي. بشكرهم بشكر لجنه الاستماع وبشكر النقابه نقابه المهن الموسيقيه على وقفتهم جنبي. انا دخلت انا ما اعرفش كنت بغني ازاي، والله ما اعرف كنت بغني ازاي. انا وانا بغني رحت معيطه. استاذي حلم بكر ميرسي لي، ربنا يا رب يديله الصحه. انا في البدايه قلت لك هو ما بيقتنعش باي حد بسهوله، فانه يقتنع. الحمد لله الحمد لله يعني بجد الحمد لله. فكان ليا الشرف منه ومن اعضاء اللجنه ان انا هو عمل لي زي سمع مني يا دوبك وصوتي غشله وانا بعيط. فقال لي يلا روحي شوفي والدتك يعني. فقلت له سقطت خلاص ماشيه، لقيته بيبتسم لي انت معايا. انا نجحت ولا سقطت؟ انا نجحت ولا سقطت؟ طب ايه الدنيا؟ لقيتهم والله بيتصلوا بيا وانا في عربيتي بيقولوا لي مبروك ازاي؟ دعاء ماما بس. والله صحيح. العظيم فعلا صحيح. الحمد لله رب العالمين. صحيح. ومن ساعتها بقى وانا عايز اعمل. طب خليني ده حظنا الحلو على فكره. ربنا يخليك. خليني اخد تليفون. الو. الو. ايوه حضرتك، ممكن اسمع حاجه لام كلثوم؟ ام كلثوم عناية. ايه رايك؟ محضره ولا ايه؟ جاهز جاهز ما تقلقيش. ماشي يا فندم، اوكي تابعينا. بشكرك جدا. نسمع. احنا معاكي في اي حاجه. وطول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب لكل اصحابه، وارى حكايات مليانه اغواط ودموع والعشرين دابوا ما تابوا دابوا وطول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق الشوق لنا قد الشوق وليالي الشوق الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي
ما اعرفش ازاي حبيتك، ما اعرفش ازاي يا حياتي من همس الحب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، ادوب في الحب وصبح وليل وليل على بابه. حتى غنيتيها بلونك، يعني عارفه ان كل مطرب كده بيبقى ليه لون معين، بتغنيها بلونك. انا مش عارفه بصراحه، مش عايزه اتكلم معاكي في موضوع، احنا عايزين نغني يعني. عايزين نغني، عايزين نتكلم. هو تقريبا في الكنترول احنا عندنا مواعيد حلقه ولا هو لسه قدامنا وقت؟ هم ما قالوليش هنقفل. فعلا يعني النهارده الوقت حلو جدا والله، يعني طول معانا كويس. ميرسي ليكو، انا متشرفه بيكو وبقعدتي معاكو والله بجد. احنا بقالنا كتير جدا عايزين نفك، عارفه الواحد بيقعد كده يتكلم شويه في موضوعات مهمه طول الوقت طول الوقت، فمحتاج الواحد بقى والمشاهدين يعني يحسوا كده يعني شويه الطرب الاسيل بقى، ونقعد نغني وحاجات. حاسين بايه معايا؟ تليفونات يا جماعه بقى يعني. عايزه باور، عايزه باور. طيب بدأتي ازاي؟ من قبل بقى النقابه وقبل خالص كنت بتغني في المدارس والحفلات وكنت يعني كنت بتدربي ولا موهبه بقى؟ انت صحيتي من النوم لقيتي نفسك؟ والله موهبه، موهبه صحيح. والله يعني انا مصدقاك على فكره. انا مصدقاك. موهبه، وكنت في المدرسه وكنت في الكليه والدنيا تتالت كده. طبعا كان الفن بالنسبه لنا، انا والدي كابتن جلال السيد الله يرحمه، بطل عالم في كمال الاجسام الله يرحمه طبعا. فكان لا بلاش غنى، لا ما اعرفش ايه. عارفاهم ماما بتسمعك أيوة دلوقتي. ايوه كان كده على فكره. فبعد كده كان عنده لقاء برضو في التلفزيون، فالمهم كان هو وكان جايبين حد رياضي وحد من الوسط، فكان استاذي الله يرحمه محمد رشدي، وكان استاذي ربنا يديله الصحه سيد السمان، عشان كده انا بقول اكن له كل احترام. والله هم دول اللي بصي عملوني زي عملوني كده من بابا يعني. طب يعني ادوكي فرصه مساحه كويسه جدا، المهم يعملوكي كده. دي يعني دي معجزه فعلا والله. اقنعوا بابا جدا صحيح. طيب قالوا له خساره. انا سمعت على فكره وزعلت. بيقول لي الوقت خلاص. بس انا خليكي تختمي مع الجمهور. انا هختم معاه اوكي، وهخليكي تسمعيهم حاجه نختم بيها اوكي، ويا ريت تبقى للشهداء. حافظه حاجه يعني اوكي؟ بس هختم مع المشاهدين الاول. خلصت حلقتنا النهارده، ويا رب تكون عجبتكم. ان شاء الله انتظروني في الحلقه القادمه. تصبحوا على خير. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك ده تمن الحرية، لكن بلدك مش ناسية. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش ناسية. وشك متزوق بالطيب، أمك صبرها إنك حي، وحياتك في ورا إخواتك. ارتاح أنت وحقك جاي، ارتاح أنت وحقك جاي.